مجلس الإدارة اليوم اللي تم انتخابه، طبعا عبد الله معتوق مؤمنة رئيس لمجلس الإدارة، دكتور ياسر محمد محروس نائب الرئيس، ودكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضو، وخالد محمد الشهري عضو، وطريف بن محمد حلواني عضو، خالد بن تركي النهاري عضو، ياسر بن مدني علاقي عضو، طارق بن عبد الله خليفة عضو. هذا مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي اليوم اللي تم تزكيته في الجمعية العمومية.